أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، يوم عيدكم، عيد الأضحى، يوم مبارك، والعيد يوم فرح ويوم طمأنينة. وهذا العيد، عيد الأضحى، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين تأسيا بأبيه إبراهيم عليه السلام، تأسيا بأبيه إبراهيم عليه السلام. فلما بلغ السعي إبراهيم عليه السلام ضحى بكبش عظيم، وهذا الكبش فداه الله سبحانه وتعالى وقال: وفديناه بذبح عظيم. وهذا بعد البلاء المبين الذي ابتلي به إبراهيم عليه السلام. والليل ما أنت ومال بركيسا، وعيد، عيد الأضحى، عيد وناك سموية، عيدهن لبعيد بليهن مسلمين، مسلمين لبعيد بليهن، عيد الفطر وعيد الأضحى لبضى إنه فرحان ويه ويسو هنبليايان تانا وحا كينا وحا ويه لبضى عيد وحا كهرهيو أعمال با كهره. عيد الفطر وحا كهرهيو رمضان بشا بركيسا أطفكي هبين ذا أيو تاقنا بشا نواصونا وحالسي عيد وقفرحو وعبادة ذا كدب عيد أن وحى إيمان إس أعمال كذب وطبعاً كبري أذ الحجة أعماش الله سبحانه وتعالى أجعل يهي يوم عرفة وما أنت أقوين أعظم الأيام ما أنت الدين تين الله ما استري ونعموين الله سبحانه وتعالى أتام يلي ما أنت كذب أي عيد أن إيمان إس. لذلك إلا وين يوي عيد الأضحى ولا وذا عيد بضتكو أي فرحان عبادة كذب إن أي فرحان ويه. ولا ليال عيدان وعيد الأضحى نبي صلوات ربي وسلامه عليه هو قورعي إذو قورعي أيو قورعي قورع عاسي أضحية وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصغو كدينا يو أبينا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أيا إلهي سبحانه وتعالى امتحامي، فلما بلغ السعي معه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وحيري ويركيو يا بني إني أرى، إني رأيت ما أرى، أي ولوان أركايا وأنبياء الرياضة والصدق ويه رياضة ووحي روح علي شيء إني أرى في المنام أني أذبحك أني أكبر عاير. فانظر ماذا ترى ويركيسو وحاوية لتشنايا أبو محيك لتهي. قال وحجري: يا أبا تفعل ما تؤمر. أبو وحا سميسا ما تؤمر وحا لغ أمري ولن يرى هوية وأسغنا علم له وأقريضو إني تهي وحي ما أرن. يا أبتي افعل ما تريد. أبو وحي كلتها أذيكو السمي ما أرن. افعل ما تؤمر وحد سميسا وحلقوا أمري ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وحد إهلي دونتا قوة الصبر أنا كمد أيا إهلي دونتا امتحان بلاء مبين ويلكي أدنى شيء أذيكو وأنت سوكريني سي كلية أدوحة والمكة لهاد يو عمل الله الموضع لهاد إن إلقوا يلي كان قورع. فلما أسلم لبض ضيو مركز ديبين وقال سبحانه وتعالى سديبين أسلم إسلام كنا وحوي هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قفك إن الله سبحانه وتعالى سديبته وسديبت الله سبحانه وتعالى أعماش أتسمين صوتا إسلام لماذا ضوتا إيا قلبي هذا إيا وحا أذيك وجروتا إن الله سديبته وحو كحارنت بل سبحانه وتعالى إنا كريبتونت
wuxuu Allaah subhanahu wa ta'ala ku fara in la timaado laakiin hadii xogaa aad isdhiibto boqolkiiba 6dan 4tan ee luuqa kugu jira aad isdhiibto boqolkiiba 10 konton kalena aad la harto qabyaalad iyo waxyaabo kale aad la harto taama isdhiibin way Nabi Ibrahim alayhi salaam falamma aslama asaga iyo wiilkiisaba markay isdhiibeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala isdhiibeen oo wata lahu aljabin daban kana u dhulka dhigay uu yiri waan ku gowracaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa marka wuxuu yiri qad sadaqta ru'ya riyadi waad rumaysay Ibrahim imtixaankiina waad ku baastay markaas oo Allaah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa fadaynahu bi dhabhin adheem Ilaahay subhanahu wa ta'ala neef buu ugu bedelay oo wanaagsan oo weyn inuu gowraco gowraca xaggaas uu ka yimid Ibrahim alayhi salaam laakiin samaxaanu ka baraneyna aabahan Ibrahim alayhi salaam qisooyin badan baa lagu soo celceliyay fi suurati Ibrahim wa suuratan asaga lagu magacaabay suuratul anka waxa weeye ankabut suuratul anbiya iyo suuradaha kale oo suuratul safat suurad kasto suuratul baqara waxa arkaysa abuna Ibrahim alayhi salaam asagoo laga hadlayo waxa sharaf ugu filan inuu ahaa khaliilur rahman ilaahi subhanahu wa ta'ala saahibki khaliska ah khaliilna waxa la yiraahdaa ma صاحبك عادية لذلك الله ما أرى هو حبيب حبيب الرحمن ما أرى وخليل بمعنى حبك يجعلك إلهي أي قلبك سدقي جعلك لطنب كهريا متك لك مجره جعلك الله سبحانه وتعالى أي كجره إلهي نكوة أجعليها وامتحاما إبراهيم عليه السلام والا امتحامين جعلك لكن خليله وحكستو كهر مريم وحانو كبرنا هنا إن أناقو Allah subhanahu wa ta'ala inaanu jeclaano wax kasta aanu ka hormarino hurdada aanu ka hormarino munkaraadka aanu ka hormarino qalbigeena oo dambiyada uu noogu yeerayo inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hormarino oo maxabbadiisa ka hormarino ta'amul iiman Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Anas alladhi thabata fi sahihayn wuxuu leeyahay Anas ibn Malik wuxuu yiri Nabi sallallahu alayhi wuxuu yiri thalatha man kunna fihi wajada halawata aliman sadax qofkii laga helo wuxuu helayaa macaanka iimaanka محاكمدا الهي رسولكيس ان يهين احب اليه مما سواهما انو كجعل يحي وحا سو هارودن جعل كليه ما اها ان افك كشيكته وان عمل كذا اد موجسا مركو قلبك اد ذنبي كو ييرو اما او خمان كو ييرو اما دقن كلو كو ييرو ان الله سبحانه وتعالى كهر مريسيد او رسولكيسنا كهر مريسيد سيده ابراهيم عليه السلام يا نبينا صلوات ربي والسلام عليه اي او هور مريين الله سبحانه تعالى وحكستو ابراهيم سبحانه صلى الله عليه السلام كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا مدرو شيغه وايو اها رونت كمل حنجرين رونت و هو اشيغ قلبيسا و هو اشيغ كوي ولا جوغي و هو اشيغ الله سبحانه وتعالى نولشي سما اهن نولل بين كدسن اما هلكا مركو جوغو سيكلا او دقما هلكا مكو جوغنا سيكلا او دقما ما اهن كان صديقا نبيا مكو الهي لا تعاملايو و هو اها مد صديقه قال ابراهيم ربي اريني كيف يحيي الموتى واجي الله سبحانه وتعالى ابراهيم من هو مؤمن لكن وحو يري او ابراهيم اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قلبي انه حصل ربا الله سدا درادد وحو يا ربي وحد سميس وحد وحي تستا سي خلقك وابرتا ابراهيم صديق بو اها او نبي اه الهي مكو لا دقمايو كو كرن شيغي ددك مكو لا دقمايو ددك او كو هريسن يهم بي ا فاسيده ما تو انا وحان كبا وحو كا قيلينا ددكي وا هلاابن ادونكي وا هلاكسمي ابراهيم عليه السلام ادونكو دن لبا قف كليه ايي كا اهي مؤمنين اسغا يا حاسكيسا وحونا هوس جيغي نين طاغيه بقر ملك طاغيه نمرود ايو هوس جيغي او مر إبراهيم عليه السلام waxa sheegan ahlu siyaaka sidoo kale in wiil waxa way u adeer u yahay oo asagana marka rumeyay saddexda qof kaliya ayaa adduunka dhanba muslim ka ah مع ذلك إبراهيم عليه السلام تاك من ريبين إنو حق كتاك ناذو ونو قد قف مسلم آه وإيمان كي سموجيو تدك أولادق ما يؤسن بين أشيغين أو وحي ربان أسن مقشين حق إنو أشيغو ماذا تعبدون
أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين والمحاد عابد سن أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر وحمقلين وعدنا أن أركي مياد عابد سن أبيه للا يرد أشيغي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أبو محاد عابد سا وحنكو مقلين ووحاوكو أنكو أركين ووحبانا أنكو ترين إبراهيم عليه السلام رنت أيوك نغمي حقا وكتك نادي أنت سيد بن مسعود ويري أنت الجماعة ولو كنت وحدك ضدك هأوران وحوي ضدك وابتين ضدك ورنبا السمايو ساربان بأسميان إبراهيم عليه السلام السجة كلية إن إبراهيم كان أمة أمها كليبة مسلم كأها حاسكي ساكو سعيك ستي ويلك وذيرك وياهي أنت كلية أي إسلام أهين مع ذلك إسلام ماذا وقوات كستي مركو لدو داينا وحو استعمال دور اسليب او ادغو مرك ميشا اجوكتو هدا داعيتahay اما ددك خيرك ادغو ييريسو اسلوب وناغسن ان استعمال شوين ابي سخله يا ابتي ابو ابو لما تعبد يا ابتي اسورا وهي علم اي الله سبحانه وتعالى اسيي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وإله وحن كبقى إنه عذاب كتابته ومركا شيطانك أدرعه أهبو أنيق إصورة وأنذر عشيرتك الأقربين أقاربتي عشيرة أي مركه رؤية ليا أوسي ترتيبة أسلوب ونقصا أما دتكي كله وحجة استعمالها حجة لاستعمالها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم وحكي لك أنا إبراهيم وحكي لي إلهي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وحيدو ربي قال أن الله يودك أنا أدله أنا قلنا ذاتك وأن الله يا وأن الدلاء لبن بوصاق بتي لأن قارك قوت كجوي كنا وأن دلي بويري كنا وأن لي أنا أحيي وأميت قال إبراهيم حذري فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وحو قرح ذا إلهي سبحانه وتعالى وحو كسو صارا قرح كسو صبح بري أي أذقو بري صبح وحد كسو صارتا غربي كسو صار ها قرح أدع كسو صار قلبيت كسو صار فبهت الذي كفر كي كفريو بقرك آه ما شاو كل ما ذي حجة بالغة إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحسي إبراهيم حجة آتيناها حجتنا حجة أيام سيني أوعد قفك وحدتك ويرين وحلربا عقل قدتك ماشي أي جوغان يسيد أدقمان يوحي أبها أي شيئين إن لقو علي حجة أي استعماليان إن لقو علي كو لها يمات الدين لو مبهنو أو إلهي وحاوي مجوغو أما إلحادك أتغاية إن براهين تعد عد أو إلحادك يوحي أي شيئين إن لقو عدين إبراهيم لو قديده إبراهيم عليه السلام إنت صعبا وحوكودي وحوي وقدر صدي إن أصدق أها مش وجوه دت كمد تأثيرية لم يكن يؤثر عليه لما تأثير جرين معنوه سامان أيو كل هانجر مش وتقه ودت كسوح وشيقه حقاً أما يسن قادن دت كوحنك قادن إن إبراهيم عليه السلام سيدوك له دت بضان إن يكسورة عن حق اللقمة أجاده أما فولوورز كذا إن يبطان أو دين على فيسبوك أو سوشيال نتوقع حق اللقمة هذا أستاذ كورن أكاونت أنا هتوصى مثلا إبراهيم عليه السلام أدونك أكاونت كيس لبا فولوورز كليه أسرع لبان كليه لبا قف حاس كيس يعويك كدب من علمه أو مركز بإسلامي أي أسرعنا لكن محاكدا بيجي صبر كاهر محاكدا بيجي قفكو حوي حق دو كتنا محاكدا بيجي إن عرورتي صوتاً يوحي كدن بيوتاً بأنبياء الله قد يجي إسحاق إسماعيل إسماعيل النبي محمد باك صبحي إسحاقنا أنبياء ذي بني إسرائيل ودن باك صبحي لأنه وهو صبري حق يكو صبري وحلغي ما أنت ما شاء هذا هيسو يدين توحى إنا وقبت إنا كل يان نقط لكن شن بقول سنة كدب بقول سنة كدب إن الله سبحانه وتعالى عمل كذا وبركيه سؤال الله سبحانه وتعالى أعماش علوم ذا أنا أرقار وبركيه إبراهيم عليه السلام لما ما ينكر شيء كديسه وحوها مد عبدا ربنا ربنا ربيو
وحو أها مد سمير بضان توكل كيس على الله واحر دافع عنو كيس حاس كيسو كحي أهيدو عنو كير وضطه مركز وحي انت وغتك ميل أن لهين بيو أن لهين بير أن لهين دد أيها وحدي ماشا وغتك كدقاق حسن إبراهيم عليه السلام وكدقاق حاس كيس على هذا الشيء وحكتري ما أمر ربيا مسوا أذية أوفي صو فاملك حتى إلهي بو أمين سينه ورمي سينه ما أمر ربيا مسوا أذية مركز وحير وحق ربي سكن أغبيتي ما تصين أسقو على عل من كرجع إنه أو على ضدك أسقو اللي قصوا جاي وحوى خير كم أو مبهنا إبراهيم عليه السلام ما على علم وائس أتكي أسقو آت أدن قنايا مركو كلاب تبورها قبل أيود على فريست ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وحو ربيو ريركي وحان دجي بواد غير ذي زرع وادي أيان دجي أو أمبير لهم أنت مالك هلان ملها ما أنت هذا أنت كده أقول مال أنت كهلان ملها عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة صلاة إن أوغان أي أن يقوحا ومشا وقتك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه دتك واحد سميسا إن حق وضع أصو هبتان وارزقهم من الثمرات وحانا إله سيسا من الثمرات مرونسي لعلهم يشكو إن نقضان قوة ونكسن وأذيك وشكريا وكفي كلا يا مرك وغريسو صلاة إن أوغان ليقيم الصلاة مال إبرأة أو أنت أولين أو وحباء أولين أو مال وادي إبرأة أو قللا أيوح ليه إبراهيم عليه السلام إله الصلاة هؤلاء هؤلاء أمني يمرك وروح راضينا يا إن نقضان دد مؤمنين قفكو حوي سنحسن هنغض قف فقري وحوي أدوك يكو حسن لكن هدو الصلاة دي سهست وعمل كي سواناك سنهستو وإيمان كي سهستو ونقض قف طوصا قفك الله سبحانه وتعالى يا نحري سنة فاجعل أفئدة من الناس وحكف كلا يا أمني يا سوشل كأه أمني يا دد كأه إن ميالئنا إليسانتو تدكونا إن نقضان دد مؤمنين وإن هلان دد كلي ومعامل كدحيا مك السوشيالي أي أمن أرادنا يا تهوي إليهم ورزقهم وإيكونوميكلي لنا عد قالها من الثمرات إله قالنا سي أوحى ويحسي سوح أي عنان يوح أي قوتان إله سي سأنقض ضد أبي يكون شكريا مك بقالها يا سوشيال كا يا ضد كين مجالات اسمته يا أمنية وتأجر وكدعي إله ربنا جعل هذا البلد آمنا ربيو بلدك وحاكدة من آمن ما كددك هذا اسكوه لان أمني وأمني ونغضرين على أمانك سكيورتي يا أمني كلي أو سوشال هذه لهلو أمني كلي أو إيكوناميك هذه لهلو انت سنوحا كهر يا أمني عبادة قفك إنو نغض قف مسلمة انت سنوحا هذه لسكو درسدو قفك حنقنا يا قف وناك وناك سن ووليب وحاوي أدونك نسي وناك سن وغنو لابا إبراهيم عليه السلام وحانو كهل كرنمان طولن كرم كيسة وناجيسة يا خير كيسة انت صلنا وحان أباها النهي إنانو كاريغانو إبراهيم والذين معه يكوى وحاوية أساق الرعي إنا أسوى كاريغانو وأن كدينو أنقونا إلهي إنو نحرسو سدو نحرس إبراهيم عليه السلام ووليب وحاوية جنادة أسيي وقال لي يكوى مقربين تأها أنقنا بل إنان خطة داس إيو ودلاس قادنو أيا إلهي سبحانه وتعالى كبرينا